الاهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد هارد لك، طبعا مباراه كبيره من النادي الاهلي النهارده، لكن ما كانش فيه توفيق في بعض الكرات للاسف، لكن عايز اخد تقييمكم كجهاز فني للمباراه النهارده، وهل النتيجه شايفينها عادله ولا لا؟ يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. الشوط الاول خلص هنا، والشوط الثاني ان شاء الله الرحمن هيبقى على برج العرب باذن الله، نكون موفقين فيها ومطالبين طبعا بتحقيق النتيجه. تصعدنا للدور النهائي ان شاء الله الرحمن باذن الله، يبقى التحضير للمباراه كويس والاستعداد لها كويس والدخول فيها بشكل كويس ان شاء الله الرحمن، والنتيجه ان شاء الله الرحمن تبقى لصالح النهائي. انتوا تقييمكم كجهاز فني لفريق النجم شايفينه ازاي؟ فرقه طبعا عندها شراسه، وفرقه اكيد كويسه بالتاكيد يعني، وعندها قدرات كويسه، وخلينا نتكلم بس بمنطقيه وبعقل وفي نفس الوقت ايجابيه. يعني احنا مطالبين بتحقيق النتيجه كويسه ان شاء الله الرحمن على برج العرب زي ما قلت كده، التحضير ان شاء الله يبقى كويس ونكون موفقين في المباراه باذن الله ونطلع بالنتيجه ان شاء الله الرحمن للتصعيد. للاسف عدد من الاصابات بالتحديد في مباراه النهارده سواء هشام محمد او عبد الله السعيد وقبل كده كان حسام عاشور، ازاي هيتم التعامل مع الاصابات دي خصوصا ان خلاص يعني في مباراه المنتخب وبعد كده مباريات الدوري ومباراه النجم الساحلي، ازاي هيتم التعامل مع الاصابات؟ حسام عاشور ان شاء الله الرحمن يعني في خلال اسبوع هيكون موجود، هشام محمد ان شاء الله الرحمن برضه هو اصبعه اللي في كسر كده باذن الله خلال 10 ايام برضه يكون كويس، عبد الله لسه هنشوف الدنيا ماشيه ازاي من خلال الاشعه هتبقى في مصر ان شاء الله، ايا كان الوضع يعني خلينا نتكلم في استعداد باقي الفرقه او كل الفرقه ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها باذن الله. وزي ما قلت يعني خلاص يعني انت بتتكلم على مباراه مطالب فيها بتحقيق نتيجه كويسه وان شاء الله الرحمن نحققها. اداء بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظرك شايف اداء النادي الاهلي النهارده؟ يعني خلاص بقى يعني ايا كان المباراه مشيت ازاي، يمكن عندنا كذا فرصه كانت كفيله انها تدخلنا في اللقاء بشكل كويس وتدينا افضليه، لكن هي دي كره القدم. يمكن حتى الجونين اللي دخلوا فينا يعني الحمد لله على كل شيء. الهدف الاول بالتحديد يا كابتن سعيد يعني المفروض في فير بلاي هم ما لعبوش عليه خالص. بص يعني انا مش عايز اتكلم فيها كتير عشان ما حدش بس يبقى فيها انتقاد ولا حاجه، لكن وارد بتحصل يعني في كره القدم يعني، ومش عايز اقول ما حدش يلوم حد بقى يعني في الموضوع ده، لكن خلاص يعني الموضوع انتهى والمباراه اتسجلت والنتيجه اتسجلت، خلينا نتكلم في المطلوب منا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. احمد فتحي خد انذار تاني بسبب تضييع الوقت، هل ممكن يبقى في احتجاج من الجهاز الفني الاتحاد الافريقي بسبب الانذار التاني ده عشان يقدر يلحق المباراه اللي جايه؟ بالعكس طبعا يعني احمد قوه قويه جدا بالنسبه لنا وعنصر طبعا هنفتقده في مصر يعني، لكن اعتقد ان التحكيم النهارده كان كويس جدا يعني، ادار اللقاء بشكل عالي جدا وكفاءه عاليه جدا، حتى لو كان فيها بعض الكرات الصغيره لكن انت ما تحسش ابدا ان في اتجاه او في كف على كف، لا انا التحكيم النهارده كان على مستوى عالي بصراحه. الاهلي هيستأنف تدريباته ان شاء الله امتى بعد العوده من القاهره؟ ان شاء الله الرحمن يوم الاربعاء باذن الله ان شاء الله. كلام الجهاز الفني مع اللعيبه بعد المباراه كان ايه يا كابتن سيد؟ هو كل خلاص المباراه انتهت والحمد لله على كل شيء، عندنا مباراه في القاهره مطالبين بها بتحقيق نتيجه كويسه، ومن خلال مباراتين برضه في الدوري مش عايزين ننسى مباراه الاتحاد ومباراه الرجاء، وان شاء الله الرحمن نخش على مباراه النجم باذن الله مستعدين ليها بشكل كويس ونحقق النتيجه اللي توصلنا للنهائي ان شاء الله. في محاوله لزياده عدد الجماهير في المباراه المصريه زي اتمنى يعني تواجد الجماهير النهارده مع فرقه النجم، كان انت شفت عامل ازاي الاستاد مقفول، اتمنى كده يعني، اتمنى ان مدرجات برج العرب تكون مقفوله على اخرها، وانا متاكد ان جمهور الاهلي هيعمل المطلوب منه وهيأدي المطلوب منه وهيبقى مؤازر ومساند ومشجع للنادي الاهلي وفرقته، ان شاء الله الرحمن باذن الله نحقق النتيجه اللي تبسطهم واللي توصلنا باذن الله. شكرا. ده كان لقائنا مع